السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبالحمد لله رب العالمين، وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، في أيام الثلاثاء الماضية أكثر من مرة كنا نتحدث عن صحيح الإمام البخاري، وقلنا إنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. لا يوجد في الدنيا كتاب بشري، لأن طبعا القرآن منزل من عند الله عز وجل، الحديث النبوي أيضا منزل من عند الله، لكن اللي نقلوه إلينا وصلوه إلينا بشر. فبالنسبة لأصحية كتاب البخاري بعد كتاب الله عز وجل، قلت إن ذلك لم يكن يعني مجرد كلام البخاري نفسه، ولم يكن مجاملة للإمام البخاري. فالإمام البخاري تعرض لمحن، وخاصة مع الأمراء، وأيضا مع كبار المشايخ الموجودين في عصره. يعني هو كان ليها في شيخ في نيسابور. نيسابور دي يعني منطقة قريبة من منطقة بخارة اللي هو منها الإمام البخاري. هذا الشيخ كان يعني مشهود له في المنطقة بأنه يعني أقوى المشايخ، أحفظ المشايخ، أدق شيخ في معرفة الصحيح من غير الصحيح. والإمام البخاري روى عنه في كتابه، يعني ذكر بالنسبة لكتابه. هو أول ما وصل البخاري أراد يجي نيسابور، أول ما وصل وجاي في السكة طلع هذا الشيخ الكبير ومعه كوكبة من العلماء بالحديث النبوي الشريف، ووقف على بعد من نيسابور يعني بكيلومترات متعددة، يعني أكثر من 50 كيلومتر، لأن تقديراتهم يعني مش بالكيلومتر بالحرف يعني. فقعد هناك هو ومن معه لكي يستقبله البخاري حينما يصل إلى مشارف البلد، يعني ما انتظرش في داخل البلد لما يجد البخاري ويوم يسلم عليه وما إلى ذلك، استقبله من خارج البلد بمسافة بعيدة ومعه كوكبة من العلماء. هذا الشيخ عليه رحمة الله في آخر أيام البخاري، والبخاري لما على صيته وانتشر بين الناس وشهد الجميع بفضله وعلمه، بالنسبة له لازم النفوس يعني يبقى فيها شيء زي ما قلت، مش لازم حقد، مش لازم حسد، لكن في منافسة، واحد يعني منافسة، وحتى الغبطة يعني بالنسبة لدين الله عز وجل يجوز الإنسان أن يغبط إنسان آخر. يغبط إنسان آخر بمعنى إيه؟ ينظر إلى عطاء الله له للإنسان الآخر ويتمنى أن يعطيه الله مثل هذا العطاء. الأحاديث النبوية الشريفة ما بتمنعش بالنسبة لهذا. فبالنسبة للغبطة قائمة موجودة بتدي نوع من التنافس. فهذا الشيخ عليه رحمة الله استقبل البخاري وجي مع البخاري، وبعدين لما يعني أراد ينفس عن نفسه سلط واحد من اللي بيقعدوا في الدروس
وأعطاه سؤال من الأسئلة يدور حول يعني قريب من المسائل العقيدة، يعني فيها في مرة نبقى نتكلم فيه. فبالنسبة لهذه المسألة سألوا هذا السائل اللي أوعز إليه أنه يقول له اسأله، فلما سأله هو أجاب، وأجاب إجابة سليمة على مذهب أهل السنة، يعني أجاب إجابة يعني زي ما بنقول ما تخرش المية، لكنها تحتاج إلى من يفهم. فما الرجل وهو جالس رفع صوته وقال ده هو بيقول كذا، ويقول كذا يعني كلمة ملونة، لون الكلام وقال بالنسبة لهذا المعنى. هاجوا العلماء والمشايخ، كيف أنت تقول هذا بالنسبة له فيها؟ قال لهم أنا ما قلت إلا كذا. قالوا له لا، سمعك والباقيين سمعينك، وأصبحت بينه وبين هؤلاء الناس فجوة فيها. الفجوة اللي موجودة والجفاء اللي موجود في آخر أيامه بنتكلم عليه ليه أساسا؟ بنتكلم عليه علشان نعرف إن البخاري لم يسلم من يعني خصومات، لم يسلم من مواجهات، ولو أنهم رأوا في كتابة أو رأوا في علمة شيء يمكن أن ينقض لنقضوا، لكن ما حدش من هؤلاء اللي كانوا معاه في زمنه وحواليه يعني تطاول على أن يقولوا أن البخاري مخطئ في كذا ومخطئ في كذا ومخطئ في كذا. هذه واحدة. التانية أن الأمير بخارى اللي البخاري يبقى في ولايته، يعني الراجل حاكم المنطقة بالنسبة لهذا، بعت له وقال له أوليك ولاية، قال له لا مش عايز ولاية، العلم أفضل عنده من أنه يبقى أمير أو وزير. قال له طيب بالنسبة للمسائل نحن نريدك قاضيا، يعني بلاش أمير خليك قاضي. قال لا، يعني بالنسبة له ما اشتغلش بيها. وبعدين أرسل إليه قال له نحن نريد أن نتزود من علمك. قال له يعني ماذا تريد؟ قال له أجي لك وأجلس إليك ويتعلمني فيها. قال له لا، وحدك لا، لا يكون العلم حكرا على واحد، من أجل واحد أعمل مجلس علم، لا، لازم يكون فيه الباب مفتوح، من أراد أن يحضر يحضر. قال له طب تأتي إلينا في البيت علشان تدرس الأولاد، أولاده وعلمهم الحديث. قال له لا، العلم يؤتى إليه مش هو اللي يروح للناس. هذا الأمير طبعا غضب عليه وسلط عليه بعض الأمور في آخره، ما استطاع زي ما بقولتها، ما استطاع واحد أن يكتب أو يتكلم بشيء يجرح الإمام البخاري من الناحية العلمية أو يجرح كتابه. دي لازم نفهمها على أنها شهادات موثقة، شهادة بأن علم البخاري لا يتناوله أحد بالانتقاص، لأن البخاري شهد أبناء الأمة أو علماء الأمة قديما وحديثا بأنه من أعلم الناس بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه النقطة يعني أنا أحب أؤكد عليها وأن يعني نفكر فيها جيدا. يعني لما يكون واحد مشهور بالعلم وبعدين يحصل بينه وبين واحد خصومة، وهذا الذي يعني بينه وبينه خصومة يملك
أن ينشر ذلك بين الناس بيتأخر، بيرى أن الباب ده يجرده من قيمته ومكانته بين الناس. قلنا أيضا أن الإمام البخاري بالنسبة للكتاب بعد ما كتبه، طبعا اتكلمنا في الحاجات دي، بعد ما كتب الكتاب صحيح البخاري ما اقتنعش بأنه ينشره بين الناس. هما كانوا بينشروه يعني معناها يعمل درس مجلس ويدرس الكتاب فيه والتلاميذ يكتبوه وراه، يعني ده كان النشر. فالإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه بالنسبة للكتاب لم يرتضي بعد أن انتهى من أن ينشره على الناس، وإنما انتظر لكي يراجعه أكبر مشايخ العصر اللي كانوا موجودين في هذا، أكبر مشايخ في الحديث النبوي الشريف، يعني هؤلاء يراجعون الكتاب وينظرون في كل يعني جملة كل عبارة، وإذا رأوا خللا يقولوا له عليه، إذا رأوا يعني خطأ ينبهوا إليه. فالإمام البخاري عرضوا على الإمام أحمد ابن حنبل، وأحمد ابن حنبل طبعا صاحب المسند، والمسند معروف حجمه وعدد الأحاديث التي فيه، والإمام أحمد معروف بجرأته في الحق وأنه لا يخشى في الله لومة لائم، معروف علمه الغزير بين الناس. فعرضوا عليه وعلى يحيى ابن معين، ويحيى طبعا يعتبر يعني من زملاء يعني زملاء البخاري قريبين بعض، لكن كان من عادة كبار العلماء انه لما ياخد علم ما ياخدوش من طريق واحد، ياخدوا من الاكبر منه اللي شأنه اكبر يعني حتى في المكان، ياخدوا منه طبعا ده امر طبيعي، وياخدوا من زملائه اللي زيه، بل ويأخذه ممن هو دونه، أخذ تلميذ من تلاميذه نجيب فاهم جيدا عنده من العلم ما ليس عنده، لا يعني يستنكف انه هو يجلس قدامه ويسمع منه في مثل هذا، فكان طبعا يأخذ من كل هؤلاء. فالإمام البخاري زي ما قلت يعني عرضوا على أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، وعلي بن المديني كان شيخه اللي كان ملازمه وكان يحفظ الآلاف المؤلفة من الأحاديث النبوية الشريفة، وشهد له جميع الذين يعني احتكوا به، اللي قعد معاه، اللي سمع منه، اللي وصلوا شيء عنه، كل هؤلاء أيضا شهدوا لعلي بن المديني بأنه أحفظ الموجودين في هذا الوقت في ما يتصل بالحديث النبوي الشريف. وبعدين كان فيه برضه أبو زرعة الرازي، ده كان زميل يحيى بن معين، وكان هؤلاء همتهم أو اهتمامهم الأصلي يشوف الراوي اللي روى الحديث ده شكله ايه، مش شكله من ناحية صورته، يشوف سلوكياته، يشوف حفظه، يعني بيحفظ ولا ما يحفظ، مدى اهتمامه بالعلم، مدى وقاره، مدى السكينة بالنسبة له، يعني ينظر له في هذه الأشياء اللي هي بترفع من قدر الإنسان وغيرها ينقص من قدر الإنسان في مثل هذا. فكان يعني اهتمامهم بالرجال زي ما بنقول رجال الحديث، يعني هل ده نجرحه ولا نوثقه، فاللي بيوثقوه يعني طبعا اللي بيكون الأمانة العلمية والضبط لازم، يعني زي ما بيقولوا في بيتردد في بعض الأقوال في كتب المصطلح الحديث، ان يعني عشان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له انا عشان انت حفظت، يعني بيختبره علشان
يعني بتنتهي المهمة. ف الراجل قال له وهو بيعيد الكلام اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة له، فبدل ما يقول ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، ونبيك الذي أرسلت. طبعا الكلام فيها من ناحية شرح المعنى يعني طويل، لكن أنا غرضي بذكرها كمثال على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه الذي يسمعه أن يحفظ كما سمع. وحتى الحديث نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاه فأداه كما سمع. يعني ما التشبيه ده يعني يستوعب، مش معناه يعني كما سمع بمعنى، لكن النبي رخص يعني تيسيرا على الناس ان يعني مش لازم يعني التدقيق في كل حرف وكل كلمة، انما المعنى اذا كان سليم خلاص يعني فيها. فالمهم ان الناس كانوا يعني يبحثون عن الرجال الرواة للاحاديث النبوية الشريفة بهذا المقياس، يعني فيها في الضبط وما الى ذلك. اما بالنسبة للامانة والديانة وكونوا مثال للورع، فكانوا يعني طبعا ينظر اليه، اذا كان بيرتكب سيئات يقولوا له مع السلامة ما ملوش لازمة، واذا كان بيجتنب السيئات كلها ويفعل الطاعات كلها لكنه مش يعني محتفظ بالوقار. يعني الواحد طبعا اذا جلس لازم يبقى يعني اللي يراه من بعيد يعرف انه راجل يهتم بالوقار، عنده وقار، عنده سكينة طمأنينة فيها. اما اذا كان يرتكب امورا تخالف الوقار يقولوا له مع السلامة، دي كان بيسموها المروءة. والمعنى انه اذا كان يجمع بين العدالة والعدالة منها المروءة، وكانوا يؤكدوا على هذا، اذا كان الامر كذلك مرحبا. اذا كان عدل لكنه يعني لا يبالي بالامور التي تتصل بالمروءة يقولون له اذهب كما شئت. يعني معناها انهم ما يهتموش بيه كراوي. ليه؟ لان اللي بيلتزم اداب المروءة الى جانب فعل الطاعات وترك المنهيات، اللي بيلتزم زي ما قلت بالمروءة يبقى عنده يعني هيبة من الرأي العام اللي حواليه، يهاب الرأي العام، يعني يعمل للناس حساب، بمعنى ان هو يعني بيحترم مشاعر الناس. اما اذا كان يرتكب ما يخل بالمروءة يبقى معناه عنده جرأة على الناس فممكن يفعل شيء. ودي يعني بتبقى لها دور كبير في ان الانسان لا يقول كلاما يمكن يؤاخذ عليه. يعني اذا كان واحد لا يبالي غلط او لم يغلط، لا يبالي، يبقى ده تستطيع انك تاخد منه فايدة؟ ما هو ممكن الفوائد اللي بيديها لي كلها غلط. واما اذا كان انسان يخشى ويستحي ان يعرف بين الناس بانه مخل بهذه الاداب، فيبقى معناها الانسان يطمئن اليه. لان من ضمن الاشياء اللي بتمنع الانسان من الانحراف ايه؟ يعني ممكن يبقى يعني يصلي وياخد النهار كله في يؤدي صلوات تطوع، برغم هذا لما يأتي إلى معاملة الناس تجد أن فيه يعني جانب قد لا ترضى عنه. هذا الجانب الذي لا ترضى عنه زي ما قلت له نتيجته أن هو له طبع معين، له مسلك معين. وأنا قلت في مرة من المرات
عندنا مثال من الأمثلة يعطينا الفايدة في هذا الموضوع. شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وهو يعني يعتبر من أتباع التابعين، كان من كبار الرواة للحديث النبوي الشريف، وكان مشهود له يعني بالحفظ والإمامة يعني فيها. دخل بلد من بلاد بها مجموعة من العلماء، هو دخل البلد علشان يحفظ ويحصل علم هؤلاء، فدخل فخد منهم كلهم في داخل البلد إلا واحد ما خدش منه. هذا الواحد كان يعني يتفوق عن عدد كبير من اللي خد منهم، فبيسألوه بيقولوا له أنت لما دخلت البلد الفلاني ليه أخذت العلم عن فلان وفلان وتركت فلان فيها؟ فقال لهم ايه؟ قال لهم لا شيء، حينما دخلت البلد وجدته يركب على بغل دبة من الدواب، وهو عري يعني من غير إكاف من غير سرج فيها، يركب على دبة وبعدين يركض برجليه، يركض برجليه يعني يطوعها ذات اليمين وذات الشمال من أجل أن تسير هذه الدبة دبة البغل. فبالنسبة له ارتع ان الواحد كعالم من كبار العلماء يتجرأ على انه يمشي في داخل البلد مثل هذا، مجرد مثل هذا المثل فيها رفضه بالنسبة لائتمانه على مرويات سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني الحمد لله علماءنا لم يدخروا جهدا على مر التاريخ في من أجل توثيق ما يروى من السنة النبوية المطهرة.